السلام عليكم ورحمة الله. احنا النهاردة يعني بنحاول اعرفكم الاول بنفسي. انا الدكتور محمود بسيوني، استاذ جراحة الاورام بالمعهد القومي للاورام جامعة القاهرة. احنا النهاردة بنحاول يعني بنزود ثقافتنا عن الاورام، حدوثها، نسبة الحدوث بتاع الاورام والاعراض بتاعتها المحتملة. بنوعي الناس بوجود أورام معينة شائعة بتحصل لنا ما بتخلاش عيلة يمكن من عائلاتنا، والناس لازم يبقى عندها ثقافة ووعي كامل عن بعض الأورام الشائعة اللي بتبقى موجودة في مجتمعنا. احنا هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا وبيهم شريحة كبيرة من المصريين. احنا زمان كان عندنا البلهارسيا، والبلهارسيا دي كانت شائعة في الريف المصري، ويمكن مش في الريف بس، يمكن في المدن كمان، في القاهرة، النيل، قواقع البلهارسيا موجودة، والإصابة بالبلهارسيا معروفة إنها معظمها بيعشش في المثانة البولية. النهاردة هنتكلم عن أورام المثانة البولية. أورام المثانة البولية أو المسالك البولية عموما يعني موجودة، يعني معروفة لدينا جميعا، واحنا عندنا فكرة، والفكرة عندي وعندك وعند الناس كلها. والنهاردة انا بحاول بس ازود الوعي عن كيفية اكتشاف بعض الاورام اللي هي غير مستحبة، اللي ممكن تحصل لنا واحنا ما نكونش واخدين بالنا، وممكن نهملها، وباهمالنا ليها ممكن قوي الاورام دي تتقدم تنتشر وتستفحل، ويمكن يبقى صعب علاجها. أورام المسالك البولية، لما نشوف المسالك البولية، كلمة المسالك البولية بتبتدي الأول بالكلى، وبعدين الحالب، وبعدين المثانة، وفي الآخر في البروستاتا. الأورام الشائعة عندنا في مصر عموما، مش في بلاد بره يعني، البروستاتا نمرة واحد، يليها المثانة البولية، يليها الكلى. الأورام اللي أنا بقول عليها دي الأول، أكتر الأورام حدوثا هي أورام البروستاتا والمثانة البولية والكلى، تليها في الآخر خالص نادرة الحدوث. بنتكلم على البروستاتا سريعا كده، برغم إن هي الورم الشائع، بنقول إن دي الورم اللي بيصيب الناس الكبار في السن. احنا مثلا لما بنكبر في السن شعرنا بيبيض، ونفس الحكايه البروستاتا هي نفس الشيء، هي بيحصل فيها تغيرات نتيجه السن، عوامل السن. كنا بنقول للطلبه زمان انه البروستاتا بتقدم السن زي ما الشعر بيبيض، البروستاتا بتكبر وتتضخم ويحصل فيها اورام، والاورام دي غالبا حميده. والاورام الحميده في البروستاتا لما بتحصل يعني بتعصر مجرى البول، بيبقى تدفق البول اثناء التبول يعني ما بيبقاش جامد قوي، بيحصل شويه يعني لخبطه في التبول. الستريم اللي هو قوه اندفاع الميه مش كبيره، بتضعف. الواحد بيقوم من النوم كذا مره يروح للبول، بيبقى على استعجال ملحقش نفسه، ويحصل دم. الأورام دي بتعمل انسداد، وفي نفس الوقت بتعمل أعراض تانية مع الانسداد، استعجال، حرقان في البول، ما الواحد ما يقدرش يمكن يتحكم في نفسه، وفي نفس الوقت ممكن ينزل بول مدمم. هي دي الأعراض. طبعا الأعراض دي كبار السن بيبقوا عارفينها، و المراش بتاع البول ما بيبقاش يعني خط واحد، بيبقى كذا، هو فوركد، ممكن يحصل مراش كده بيبقى ملخبط وبيبقى ضعيف، الواحد لازم يحزق. ودايما البروستاتا، المريض البروستاتا ممكن يجيله فتة نتيجة انه بيحزق. فاحنا طبعا الخطورة مش احنا بنتكلم النهاردة على المرض الشائع اللي هو بتاع البروستاتا، اللي هو التضخم الطبيعي في البروستاتا. البروستاتا دي عضو مهم يعني لازم للإنسان. الإفرازات اللي
نازله البروستاتا دي بتلطف الحيوانات المنويه، بتغذي كمان الحيوانات المنويه. فالبروستاتا دي عضو مهم للانسان، ويمكن برغم صغر حجمها مهمه للانسان لحياته عموما يعني. لما بيحصل فيها ورم مشكله، ولما بنيجي نعالج الورم ده ونشيله، ما هو الشيل لو العمليه من غير مضاعفات من غير مشاكل خلاص يعني العمليه محتمله. لكن عاده بنسمع كده ان العمليه بتاع البروستاتا دي عمليه صعبه، والواحد ساعات لما بيعملها متحكمش في البول في التبول، يعني ممكن ما يبقاش تبول ارادي الواحد يتحكم فيه، وقت الحاجه يروح لدوره الميه ويفضي المثانه بتاعته، وفي نفس الوقت يعني يتبول بطبيعته وبراحته. دي من ضمن المضاعفات بتاعت البروستاتا. وعمليه البروستاتا دي يعني بيبقى لها مضاعفات تانية اخطر من كده، اللي هو عدم التحكم في البول في التبول، اللي هي عدم القدره على الانتصاب بعد عمليه اجراء البروستاتا. بيبقى في عصبين كده، العصبين دول بيمشوا جنب البروستاتا، هما اللي بيغذوا عمليه الانتصاب. لما بنعمل العمليه عمليه فتح، يعني طبعا انا بتكلم على عمليه البروستاتا بالفتح، دي عاده بيجرح واحد او بيجرحوا الاثنين ويبقى ما فيش انتصاب خالص، كارثه يعني. ادي الخطوره بتاعت العمليه دي. احنا بنتكلم بقى على الشريحه، مش تدخل البروستاتا اللي هو الحميد اللي كلنا عارفينه، وكلنا يمكن بنسمع ان قريبنا مثلا واحد من قرايبنا عمل عمليه البروستاتا نتيجه كبر البروستاتا دي، ونتيجه انها بتعمل انسداد وبتاثر على وظائف الكلى. امتى نعمل العمليه دي؟ لما يحصل فيها انسداد. طب احنا بنتكلم بس عايزين، لان انا دكتور جراح اورام واستاذ جراحه اورام في معهد قومي للاورام، احب اوعي الناس عن بعض الحالات قليله جدا بتصاب البروستاتا بورم سرطاني. هي دي المشكله، انه لما الورم ده بنشخصه بدري كده وبنعرف الورم اللي في البروستاتا ده ان هو ورم مواش حميد ونعالجه بدري، بتبقى العمليه سهله ومن غير مضاعفات. المضاعفات اللي انا حكيتها اللي ممكن تحصل في عمليه البروستاتا اللي هي الورم الحميد، تضخم الحميد بتاع البروستاتا. فلما يحصل انه الواحد يجيله ورم سرطاني في البروستاتا ما ينزعجش ما يخافش. ليه؟ لانه لو اكتشفناه بدري، ونكتشف بدري يعني ايه؟ وهو ورم صغير لسه حجمه صغير، يبقى علاجه مضمون 100% انه هيتشال بالكامل، والمريض هيخف وهيشفى تماما، وفي نفس الوقت العملية من غير مضاعفات. انما لما نسيب الورم لما يكبر ويسد مجرى البول بالكامل، ويمكن يعني يبقى كبر الحجم بتاع الورم اكتر من حجم البروستاتا نفسها، البروستاتا نفسها يمكن 20 جرام يمكن اقل من كده كمان، حجمها تافه اللي هو عباره عن فصين وجنب بعض، وكل فص له قاعده عامله زي المثلث كده، له قاعده وله ايبكس اللي هو قمه، القمه دي ناحيه ايه؟ مجرى البول، والقاعده ناحيه المثانه فوق. فاحنا دلوقتي نشخص ازاي ورم مواش حميد في البروستاتا. يعني انا بوعي الناس بقول لهم اذا كان في مريض في العائله جاله سرطان في البروستاتا، لابد ان انا احط في دماغي كده انه العامل الجيني قد يكون موجود، ويمكن افراد تانية من العيله ممكن يجي لهم نفس الشيء، فلابد ان انا اتابع نفسي. طب ازاي اتابع نفسي؟ ازاي اكتشف المبكر؟ ازاي اكتشف الورم وهو صغير في الحجم؟ وازاي انا اعالج هذا الورم وهو صغير واخف منه واعمل العمليه كمان، والعمليه تكون ناجحه ومن غير مضاعفات؟ احنا بنقول للناس
انه لو في مريض في العائله ما نسكتش بقى. طب في دلوقتي حاليا تحليل دم عادي خالص بنعمله دوري كل شويه معملي، يعني ناخد عينه دم نسحبها من الوريد ونحللها في المعمل، والبروتين الورم لما بيحصل اللي هو السرطان يعني بيفرز هذا البروتين بروتين معين اسمه البي اس اي. البي اس اي ده لما الورم بيحصل بيزيد البي اس اي. البي اس اي ده بيشخص الورم السرطاني في البروستاتا. فحص معملي بسيط جدا. طب في حاجه تانية غير الفحص المعملي؟ في دلوقتي اللي هو البي ار. بي ار يعني ايه؟ ان انا اروح لطبيب والطبيب ده يفحصني يعني عنده في العياده. بيحط صباعه ويلبس الجوانتي وبيحط صباعه وبيحس الاحساس بتاع الدكتور، بيقدر يكتشف ان هذا التضخم غير حميد، ما هوش حميد، التضخم العادي اللي هو بتاع السن. احنا عندنا الفصين بيبقى فص منهم او الفصين بيبقوا يعني فيهم الورم الخبيث ده بيبقى ناشف وبيبقى ملمسه ما هوش سوي مستوي يعني، غير الورم الحميد بيبقى دايما طري الملمس وملمسه ناعم او مستوي. على العكس تماما الورم السرطاني بيبقى ناشف ومتحجر وجامد وفي نفس الوقت بيبقى غير مستوي. لا يخطئ الطبيب. يبقى الفحص المعملي اللي هو تحليل الدم بي اس اي وصباع الطبيب اللي بيفحصني. طب في حاجه تانية غير صباع الطبيب؟ فيه اللي هو الفحص بالسونار عن طريق بروب صغير بيخش فتحة الشرج زي صباع الطبيب وفي نفس الوقت يصور البروستاتا. وممكن قوي هذا البروب مجهز ان تخش ابرة ولو احنا شاكين، لانه البروستاتا بتترسم وبتبقى قدامنا باينة، ولما بتبقى البروستاتا باينة قدامنا بنقدر ناخد منها عينة بالابرة ونفحص تحت الميكروسكوب ونشوف تحليل خلايا سرطانيه ولا. احنا دي الخطوات اللي هي لابد انها تعمل، لان احنا ما نستصعبش ان احنا نعمل الحاجات دي. لو في عندي مريض، عندي عيان في العائله بسرطان في البروستاتا وانا قريبه من الدرجه الاولى، لابد ان انا اجري هذه الاختبارات بي اس اي فحص معملي واروح للطبيب يفحصني واعمل الفحص بالسونار عن طريق البروب ويمكن اخد كمان عينه. كده انا قدرت احدد ان هذا المريض عنده مشكلة في البروستاتا وورم ما هوش حميد. يبقى انا اكتشفه وهو صغير محدود داخل البروستاتا. احنا بنقسم كاطباء اورام البروستاتا الى اورام محدودة داخل البروستاتا واورام غير محدودة. الاورام المحدودة قابلة للشفاء. اورام محدودة يعني ايه؟ ما خرجتش بره البروستاتا، المحصورة داخل البروستاتا. البروستاتا العضو الصغير ده يبقى فيه ورم صغير جوه ما خرجش بره الكبسولة بتاع البروستاتا. هي دي التكة، هي دي الحرفة بتاعت الطبيب انه يشخص. وواجبي انا كطبيب وبتكلم معاكو وبوعي الناس وبقول لهم ان الفحص المعملي موجود و العيادة بتاع الطبيب المتخصص موجود، يعني يفحصني في عيادته بصباعه، والتلاتة نمرة تلاتة الفحص بالسونار عن طريق بروب بيخش في فتحة الشرج. في حاجة تانية في لما بيبقى مثلا الورم ده تأكد وجوده بنعمل بقى أشعة مقطعية ويمكن أشعة برانين كمان ونعمل مسح ذري عشان نتأكد تماما إنه الأشعة المقطعية في الحوض وفي البطن إن الورم ده ما خرجش بره البروستاتا وراح ليه ينتشر للغدد الليمفاوية في الحوض أو في البطن أو يروح لأي مناطق أخرى تانية زي العظم. دايما الانتشار بيحصل للعظم. يبقى أنا دلوقتي شخصت ورم، الورم ده موجود داخل البروستاتا صغير الحجم قابل للشفاء، ولأن العملية بتاعته ناجحة 100%، و طرق العلاج بتاعته متيسرة ومن غير كمان مضاعفات. نعمل العملية. العملية يا إما فتح سنة 1982 خواجة وولش،
قال لنا العملية وشرحها لنا، وبقينا نمشي وراه ونعملها زي ما هو بيعملها، نحافظ على العصب ما نجرحوش، نخش نفتح فتحة صغيرة فوق العانة، ونخش نجيب البروستاتا ومجرى البلب نحافظ عليه، وبنشيل البروستاتا بالكامل، وبعدين بنرجع نوصل مجرى البول تاني، ونشيل يمكن كمان الغدد الليمفاوية. كل دي عملية بتتعمل من غير ما نجرح العصب. طب في طريقة تانية، سنة 1997 يمكن في نهاية القرن الماضي، في خواجة فرنساوي برضو ده اخترع العملية، ممكن اجراءها العملية استئصال البروستاتا الجذري، ان احنا نشيلها بالكامل مع الغدد عن طريق المنظار الجراحي. النهاردة كل المراكز الطبية بقت تعمل العملية دي عن طريق الاستئصال بالمنظار الجراحي، وبرضو بنقدر نحافظ على العصب اللي هو المغذي لمجرى البول ومغذي للانصاب. يعني قدرة الانصاب بنحافظ عليها بعد العملية الجراحية سواء بالمنظار او بالفتح، وفي نفس الوقت مجرى البول بنقدر نتحكم فيه. نشيل البروستاتا بالورم لانها الورم داخل البروستاتا. طيب ناخد اتصال ونكمل بقى كلامنا على الاورام بتاع المسالك البوليه. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك يا فندم. لو سمحت كنت عايز اعرف بس اعراض البروستاتا، يعني انا اشعر بيها ازاي قبل ما، يعني لو ما كشفتش او كده. طب اسم حضرتك؟ نعم. اسم حضرتك؟ انا اسمي مصطفى. مصطفى. طيب يا اخ مصطفى، احنا دلوقتي برضه بنوعي ان الاعراض بتاع كويس انك انت سالت السؤال ده، وبنقول ان الاعراض بتاع البروستاتا اللي هي الحميده هي عباره عن اختناق مجرى البول. يعني معنى كده انه الواحد لما بيروح يتبول ما بيبقاش المرش جامد، بيبقى ضعيف، ويمكن الانسان من يعني عشان يحافظ على المرش بتاع البول كده وقوه اندفاع البول يبتدي يحزق شويه. دي نمره واحد، احنا بنتكلم على الاورام الحميده دلوقتي. بعد كده بيحصل ايه؟ انه لما يجي الواحد يتبول ما بيقدرش يفضي المثانه بالكامل، لان البروستاتا متضخمه وواخد حيز من تجويف المثانه البوليه، فبيتحوش جوه البول، بيبقى فيه بواقي من البول ما بتفضيش، وفي نفس الوقت بيحصل شويه التهابات وتهيج في جدار المثانه البوليه، ويحصل البول بيبقى فيه حرقان شويه، بيبقى فيه استعجال في البول، لان البروستاتا بتبقى قافله، وفي نفس الوقت التبول بيبقى ضعيف، التبول ما نزلش كله، بيبقى فيه في مجرى اللي هو اليوريثرا، المجرى الخارجي اللي هو بعد البروستاتا، بيبقى فيه شويه بول، بيبقى الواحد عنده ايرجنسي ما بيقدرش، بيبقى عنده رغبه في البول وفي نفس الوقت مش قادر يفضي البول، وفي نفس الوقت ايه ما بيتحكمش في البول قوي. نمره ثلاثه ممكن قوي الورم ده يعمل نزيف. انا بتكلم كل ده على الايه الاعراض بتاع اللي هي اعراض التضخم الحميد للبروستاتا. انما لما بيحصل يمكن الورم بقى بيقلب، او عنده ورم من الاصل كده سرطاني للبروستاتا، يبتدي الانسان يحس باعراض تانية، يبتدي يحس باعراض وجع في الحته بتاعت البروستاتا تحت ما بين القضيب وفتحه الشرج. دي يمكن يعني انا كويس السؤال بتاعك ده خلاني اشرح شويه في الاعراض، وبالذات الاعراض اللي هي بتقول ان في اورام حصلت. نمره اتنين، بقى فيه نزيف، والنزيف ده بيبقى له كده في الاخر، في اخر التبول دم بينزل، والدم ده بيبقى فيه دايما صعوبه في التبول. فيه كمان عرض تاني انه بيبقى فيه البولينه عاليه نتيجه انسداد البروستاتا لمجرى البول، بتبقى عامله سده في مجرى البول، وفي نفس الوقت البول ما بيبقى فاضل جوه متحوش، وبيعمل ضغط على الكلى موجوده فوق، وبيبقى فيه بولينه في الدم
والبولينة دي بتسيب أثارها على جسم الإنسان، حتى لو وشه منظره بيبقى باين عليه مرهق، بيبقى خاسس في الوزن، القدرة على الأكل والشرب بتقل نتيجة تضخم البروستاتا. احنا طبعا لما بتحصل الأعراض دي بنهملها، ودايما كبير السن أو المريض كبير السن بيهمل هذه الأعراض لأنه متعود عليها، متعايش معاها، ما هو عنده صعوبة لأن التضخم الحميد ما بيجيش في يوم وليلة. لما نتكلم بقى على النباهة، إن اللي عنده عرض معين يعني حصل جديد على الحاجة اللي هو متعود عليها، يعني حصل له دم، أو عنده مريض في العائلة عنده ورم سرطاني في البروستاتا، يبقى لابد إنه يعمل الفحوصات. الاكتشاف المبكر من قبل ما يحصل أعراض زيادة. أنا لما أتكلم بعد كده على العرض التاني اللي هو المثانة البولية أو أورام المثانة البولية، نقول الأعراض بتاعتها يمكن بتتشابه مع أعراض البروستاتا ولكن بتختلف شوية. يمكن السؤال ده هنجاوب عليه لما نتكلم على الأورام بتاع المثانة البولية. خليك معانا وهتاخد معلومة إضافية لما ننتقل إلى أعراض المثانة البولية كمان. هنتكلم بس عشان نختم الكلام على البروستاتا اللي هي المرض الشائع عندنا، نقول إنه لما بيبقى المرض منتشر، طب أنا هعمل عملية جراحية سواء بالفتحة أو بالمنظار لهذا المريض اللي عنده ورم سرطاني في البروستاتا، بنشيلها بالكامل وخف المريض وتمام التمام، هل في علاج تاني غير الجراحة؟ في علاج بالإشعاع الذري. طب المرض اللي انتشر وخرج بره البروستاتا بقى T3 يعني أو T4 حجمه كبير وانتشر بره وخارج البروستاتا، ده له علاج؟ له علاج طبعا، الإشعاع الذري، ممكن البراكي سيرابي اللي هو أنا بدخل فيه يعني يود مشع بدخله بطريقة معينة وأحقنه جوه البروستاتا، يا إما عن طريق المنظار يا إما عن طريق الفتح، وفي نفس الوقت بيدي جلسات إشعاع ذري مركز. هي دي علاج البروستاتا. طب العلاج الكيماوي موجود، هل ممكن نعالج بيه أورام البروستاتا؟ ممكن نعالج أورام البروستاتا بالعلاج الكيماوي، لكن أنا ما استناش يبقى المريض عنده ورم سرطاني ونسيبه لما ينتشر يروح للعظمة ولا يروح للرئة ولا يروح للغدد الليمفاوية، لا، الحالة دي احنا بنعمل عملية صغيرة للمريض، ما نقدرش نشيل البروستاتا بقى، احنا بنحرم، لان الاورام بتاع البروستاتا المتقدمه دي بتبقى هرمون ديبندنت. يعني ايه هرمون ديبندنت؟ معتمد على الهرمون، الهرمون اللي بتفرزه البروستاتا او تفرزه الخصيه اللي هي التستوستيرون. بنشيل الخصيتين اللي هي مع المصدر او المصنع اللي بينتج التستوستيرون، لما نحرم التستوستيرون من الجسم نشيله يعني من الجسم، بيبقى العلاج الهرموني لاورام البروستاتا علاج سهل ومتيسر، ويحصل ضمور للأورام، حتى الأورام الثانوية اللي هي راحت للعظم وراحت للرئة وهكذا بتضمر وبتكش وبتقل، والأعراض والوجع بيخف وهكذا. العلاج الكيماوي موجود للأورام المتقدمة اللي احنا ما بنعملهاش عمليات جراحية. أنا بدي فكرة على صعوبة العلاج لما بنسيب الورم وينتشر ويطلع بره البروستاتا. انا مش عايز اتكلم بقى على العلاج اللي هو الحالات المتقدمة، انا بنتكلم على تشخيص. وكويس ان المستمع الكريم اللي هو سأل اعراض، لان ده مربط الفرس، ان احنا لابد طالما في عرض لابد نتابع نفسنا دوريا بعمل فحص معملي بزيارة الطبيب وبعمل الفحص بالسونار، واذا كان في شك في اي شيء بنعمل فحوصات اخرى زي المسح الذري وزي الفحص بالاشعة المقطعية. ننتقل بقى لورم تاني مهم، اللي كان زمان يمكن في الستينات والسبعينات، مرض البلهارسيا، احنا قضينا عليه لان كان في مشروع قومي الدولة كانت بتتبناه، وبنقول ادي دارك للترع وكده عشان خاطر نقلل الاصابة بالبلهارسيا، ونجحنا فعلا بعلاج ان احنا نقضي على البلهارسيا. كان زمان اورام البروستاتا البلهارسيا اللي هي بتنتج عن الاصابه بالبلهارسيا
احنا عندنا البلهارسيا مع الشيشه في المثانه البوليه بتعمل لنا قرح، بتعمل لنا ترمل. طيب ناخد اتصال الاول ونكمل الكلام بتاعنا على اورام المثانه البوليه. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الاسم عزيز. اسم حضرتك؟ احمد الشبراوي. اهلا وسهلا. اتفضل. بس حضرتك بس ايه الاجراءات اللي لازم تتبعها في على عرض حضرتك ذكرتها دلوقتي؟ الاحتياطات اللي احنا نتبعها في حالتي؟ لا، الاجراءات اللي واجب ان انا اعملها مجرد ما استشعر الاعراض حضرتك ذكرتها دلوقتي. لا سيما ان انا الاعراض دي انا استشعرتها من فتره، رحت كذا دكتور بيدينا بعض الحاجات مثلا زي روزماري، سيبرو، في مشان اسمه سيبرو كده 1000، يقول لي خد دوت على مده طويله، ومع ذلك برضه لسه الالم هو ما فيش اي تغيير. فانا مش عارف بقى ايه اللي انت بتتكلم على التهابات. التهابات في المثانه. طيب انا هتكلم البول زي ما حضرتك ذكرت بالفعل ضعيف جدا جدا، انا ما بقدرش افض المثانه، بحتاج ان انا اضغط نفسي عشان اوصل للحاجات اللي بتتكلم عليها دوت. طيب الالتهابات في المثانه البوليه، التهابات المثانة البولية. طيب ناخد اتصال تاني ونجاوب على الأخ الكريم مجدي. ألو. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا دكتور؟ أهلا بيك. أهلا وسهلا. ربنا يجزيك خير، احنا استفدنا كتير جدا على فكرة من بداية الحلقة. الله يخليك. ربنا يكرم حضرتك يا دكتور. بسأل لو عايز أتجنب أصلا المرض ده، يعني في حاجه مثلا معينه ممكن تجنبني ان انا اقطع التعب ده اللي هو المرض بتاع البروستاتا؟ الو، البروستاتا ولا ولا المثانه البوليه؟ البروستاتا. البروستاتا. يعني برضو السؤال وجيه جدا وانا هجاوبك عليه. احنا طبعا لما بنتكلم على الاورام الحميدة بتاع البروستاتا بنقول ان احنا لا يمكن نتجنبها. يعني انا دلوقتي شعري ابيض اهو، اكيد عندي بروستاتا بتتضخم. نادرا ما تلاقي واحد فوق الستين البروستاتا بتاعته مش متضخمة، متضخمة زيها زي الشعر الابيض. فاحنا بالنسبة للبروستاتا مش هنقدر نتجنبها. انما لما نتكلم كمان على الأورام السرطانية في البروستاتا بنقول ده ورم جيني، ولكن أنا مش عايز أقول جيني يعني كلها جينية، لا، أورام فيه نسبة 4% أو 5% مرض وراثي نتيجة خلل في الجين. الخلل اللي في الجين ده جين يعني إيه؟ ده داخل النواة موجود جينات، يبقى فيه خلل في جين معين اللي هو خاص بالخلايا بتاع البروستاتا، تخلي الخلايا بتاع البروستاتا تتكاثر عشوائيا ويبقى معدل البناء اكتر من معدل الهدم فيتكون الاورام. وكمان عايز اقول كمان ان الاورام الوراثيه مش البروستاتا بس هي بتبقى مصابه، بيبقى في اعضاء تانية في الجسم زي مثلا الغده الكظريه وزي القولون وزي الهيمانجيوبيريسايتوما اللي هي بتصيب الكبد. بتبقى في عائلات كده موجود عندها اورام متعدده في الشخص الواحد، واورام بتحصل في البروستاتا او بتحصل في الكلى او بتحصل في الغده الكظريه في اشخاص ثانيه في العائله. فدي هنتجنبها ازاي؟ ده مرض وراثي حتمي. احنا نقدر نتجنب ان احنا نتعرض للانفلونزا، لكن ده احنا بنتكلم على شريحه بعض الناس بتعاني من اعراض نتيجه تضخم حميد في البروستاتا. انا عايز اقول ايه؟ ان احنا ما نهملش الاعراض، نعمل الفحوصات، نعمل الفحص الدوري اللي هو المعملي، نعمل زيارات اللي هي للطبيب المتخصص، نعمل الفحص بالسونار، ولو فيه مريض عندنا يعني فيه عامل وراثي موجود ماشي في العائله لابد ان انا اعمل فحوصات اكثر تطورا، اكتشف وجود اورام في طرها الصغير في الحجم. انا هرجع بقى واكمل سؤال الاخ اللي قبله
واقول الالتهابات، وبيقول انه بياخد علاج سيبرو. الالتهابات موجودة في المثانة، ممكن ميكروب طلع عن طريق المخرج البول اللي هو القضيب يعني، او جاي عن طريق الدم، بؤرة صدودية موجودة في الجسم وعشش في جدار المثانة، وده لابد. او التهابات في البروستاتا مثلا، بتعشش برضو في البروستاتا، بكتيريا معينة بتعشش البروستاتا نتيجة استعمال العادة السرية، نتيجة يعني في التهابات في الممارسة الزوجية، نتيجة اي شيء، لابد ان انا اعمل مزرعة واخد المضاد الحيوي المناسب لهذه الاصابة البكتيرية التي اصابت المثانة البولية، لابد ان انا اقضي عليها تماما. ومش هاخد كورس يوم ولا يومين، لا، انا اخد الكورس بالكامل اذا كان اسبوعين او ثلاثة او يمكن اكتر، لان الحتة دي بتعشش فيها البكتيريا غير قابلة ان احنا نشيل الالتهاب الميكروبي ده بسهولة. ادي القصة كلها، مش هاخد مثلا شريط او شريطين وخلاص وانتهت القصة كده، لابد ان انا حتى كمان بعد ما اخلص العلاج اللي هو الكورس كامل اعمل تحليل بول تاني واعمل مزرعة واتأكد ان ما بقاش فيه بكتيريا، واتأكد ان انا خفيت وشوفيت تماما من هذه الاصابة اللي هي عششت فيه المثانة البولية. نتكلم بقى على الاورام بتاع المثانة البولية. كان زمان البلهارسيا، والبلهارسيا بتعمل شوية اصابات كده، منها التهابات برضو بكتيرية مزمنة، وتعمل تقرح وتعمل ترمل فيه وتعمل نتوءات، كل دي اصابة بلهارسيا بتقلب الى اورام سرطانية في الاخر. يعني البلهارسيا هي سبب من اسباب الاصابة في الفلاحين بتوعنا اللي كانوا بيبقى عندهم بلهارسيا وما بياخدوش التارتر ايماتيك وبياخدوش العلاج بتاعها. النهاردة بقى فيه علاج متطور غير التارتر ايماتيك وبيقضي على البلهارسيا تمام. بقينا نجد ان اورام المثانة ما هياش نتيجة الاصابة البلهارسيا اليومين دول، لقينا ان فيه الغشاء المبطن للمثانة البولية، ده عبارة عن خلايا متعددة وبيحصل فيها نتوءات، والنتوءات دي قد تكون سرطانية. ممكن يكون احنا عايزين نقول ايه، فيه نوعين من المرضى اللي هم مصابين بالاورام اللي هي السرطانية اللي موجودة حديثا دلوقتي نتيجة ايه، التعرض للتدخين وخلافه، والتعرض لمواد كيماوية اذا كان مثلا السبغات والناس اللي بتشتغل في البنزوين وخلافه يعني، والناس المدخنين كمان، دول بيبقوا اكثر عرضة لانهم يجي لهم اورام سرطانية، مش من النوع نتيجة الاصابة بالهرسة. النوع التاني بقى فيه نوع لو جريد، يعني اقل خطورة، عوامل خطورة فيه قليلة، بيبقى دايما عندنا بوليب واحد صغير يعني، والنتوء واحد موجود، والنتوء ده سطحي واقل من 3 سنتي بنعتبره برضو ايه، مريض اقل في الخطورة، يعني المرض ما هوش عدواني، الورم ما هوش عدواني، او ما يكونش متعدد البورات، يعني ما يكون واحد بس او اتنين بالكتير، او يكون سطحي ما يكونش متغلغل، ما يبقاش واخد جدار المثانة من الداخل كله، ما يبقاش لاطط العضلة. على النقيض بقى المجموعة التانية الاكثر عدوانية او الاكثر خطورة اللي هم بيبقى عندهم اورام متعددة البورات، يعني موجودة الجدار الداخلي كله المثانة في اورام، عنده الورم هاي جريد يعني ما هواش يعني حاجة بسيطة كده العدواني، عنده العضلة ملطوطة، ورم كبير الحجم اكتر من 3 سنتي والعضلة ملطوطة، ويمكن كمان الغدد كمان نتيجة الاصابة بتاع جدار المثانة البولية، الغدد الليمفاوية اللي موجود في الحوض تكون ملطوطة هي كمان. هم دول اللي احنا بنعالجهم بكثافة، يمكن بندي علاج كيماوي قبل العملية. طبعا النوع التاني اللي هو اقل عدوانية واقل خطورة بنعمل له عملية جراحية، والعملية الجراحية ممكن تكون عن طريق المنظار من غير فتح، ناخد المنظار وندخله ونشوف النتوء ده ونشيله بالكامل، استئصال كامل، هو موجود في الغشاء المخاطي، بجيب الغشاء المخاطي واجيب الورم وبحافة امنة يعني ما يقطعش ما سيبش بواقي منه واخلص. ناخد اتصال الاول. الو، ايوه ايوه يا فندم اتفضل. عاوز اخلي بس بسهوله لو سمحت. انا تحت امرك، انا معاك. انا بقى. الاسم ايه؟ محمود فؤاد. محمود فؤاد، اهلا وسهلا. انا بيتي فندم. اتفضل.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اتفضل انا سامعك. ايوه فندم عاوز اخلف بسهوله. انا معاك اهو، انا معاك اتفضل. دلوقتي بالنسبه لي انا عاوز المرسات عندي تعبانه، عملت اشاعات، عملت اشاعات عليها وتحاليل، قال لي عندك المرسات متضخمه وفي الاتصال اتقطع، يعني يا ريت يتصل تاني. نقول الاورام اللي هي يعني بنكتشفها وتبقى سطحية في داخل المثانة بنجيبها عن طريق المنظار، لكن الأورام اللي هي كبرت شوية بتبقى أكتر من 3 سنتي ومتغلغلة في العضلة لابد من إجراء عملية. وأنا يعني الدكتور محمود بسيوني العبد الفقير لله طبعا اخترعت لهذه الشريحة من المرضى عملية جراحية إن أنا بشيل المثانة كلها عشان الورم ما يرجعش تاني. استئصال كامل جذري. ناخد الاتصال تاني. الو الو الو. ايوه اتفضل. عايزين دكتور لو سمحت يا باشا. ايوه اتفضل حضرتك انا سامعك. الو يا دكتور. ايوه يا فندم. يا عم انا عاوز دكتور ما حاولتليش ليه ده. ايوه انا سامعك السؤال حضرتك، اتفضل اسال. الو المثانة البولية لما بنشيلها بالكامل لابد ان احنا نفكر، طب الحالبين دول اللي هم بقوا في الهواء احنا شلنا المثانة البولية نحطهم فين؟ يعني ممكن نجي نحطهم نعمل لهم الاتصال تاني رجع. الو الو. ايوه ايوه يا فندم اتفضل. عبس ما خديش الدكتور ايه يا فندم، انا تحت امرك اتفضل اسال. بقى شغل 50 مره. الو السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ايه يا عم مش على بلاش ولا ايه؟ وكل واحد بصير للتاني. الو ايوه يا باشا. ايوه انا سامعك والله اتفضل. يا عم انا قلت لك، انا قلت الخاصه بتاعتي قلت لك حاول. نرجو من المستمع او المشاهد الكريم انه يتصل من تليفون يكون يعني ايه الصوت فيه مسموع وفيه وضوح اكتر من كده، انا مش سامعه خالص. يعني نكمل القصة بتاعت الاورام اللي هي في المثانة البولية، بنشيلها وبنستعيد، بنعمل اعادة بناء المثانة البولية، بناخد يعني جزء من القولون وبنشكله زي المثانة البولية ونرجع المريض يتبول عادي ويتبرز عادي، ما بنعملش تحويل للبول. كان زمان بنعمل التحويل، نحط الحلبين دول في حته من الامعاء ونحطها على الجلد، او نحطها في حته من الامعاء وفي نفس الوقت يعني نوصلها بالقولون، يبقى البول والبراز يجي من القولون مع بعض، او بنحول حتى البراز للجنب والبول يجي من فتحه الشرج. لكن النهاردة لما بنبني المثانة البولية يعني جزء من القولون جزء من الأمعاء ونشكله زي المثانة البولية ونكوره كده ونلفه ونعمله مثانة بولية، نزرع فيها الحلبين بحيث ان المريض يتبول عادي خالص بدون مضاعفات ويتبرز عادي ويبقى طبيعي، يبقى دي عملية بتريح المريض نفسيا واجتماعيا وبتخليه يتعايش بصورة طبيعية في المجتمع. ناخد بقى المرض اللي هو يعني هو صحيح من حسن الحظ انه نادر ولكنه بيصيب الكلى، والكلى دي يعني برضو عضو مهم، احنا عندنا كليتين وممكن قوي المرض يجي في كلى واحدة وممكن يجي في كليتين، العامل الوراثي برضو لو عامل وراثي موجود ممكن المرض يحصل في الكليتين. الكليتين لما بيبقى فيهم ورم بنشيل كلى اللي فيها الورم كبير والكلى التانية نشيل جزء منها. وفي نفس الوقت ايه الاعراض اللي ممكن تحصل، نوعي الناس ونقول لهم امراض الكلى هم 3 حاجات: وجع، والوجع ده موجود في منطقة الكلى في الجنب الحته دي، دايما المريض يحط ايده على الجنب مكان الكلى ويقول الوجع هنا في المنطقه دي. ممكن يتبول
ده تاني عرض يتبول والبول يبقى مدمم. البول بقى مش يبقى في اخر البول، البول كله يبقى فيه دم. وتالت عرض يبقى فيه كلكوع الورم، مش بقى في الكلى بس، ده كبر كده وخلى الكلى تكبر معاه وبقى محسوس في جدار البطن. في اتصال، ناخد اتصال الاول. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. لو سمحت يا دكتور، كنت عايز اتصل مع حضرتك عن حاجه كده. اتفضل. هو انا حضرتك، انا عندي السكر تمام، وكنت بسال عن ازاي الواحد يستعمل حاجات تعمل له وقايه لمضاعفات السكر بالنسبه للمسالك البوليه والمثانه، لان كان جدي الله يرحمه في اواخر حياته عمل استئصال البروستاتا وكانت حصلت معاه مشاكل في الامور دي. تمام. انت بتسال على علاقه السكر بالكلى. بالظبط كده. يعني يا ريت حضرتك تنصحني بحاجه مفصله للامر ده، ربنا يبارك في حضرتك. طيب انا هجاوبك. يعني طبعا هو السكر له علاقه فعلا بالكلى. احنا عندنا مريض السكر لما بيحصل ان السكر بيقعد فتره طويله وبدون علاج وبدون ان هو ما يتلقى اي علاج وكده وبيبقى ملخبط، فبيحصل مضاعفات منه. المضاعفات دي بتيجي يا اما على الكلى يا اما على العين، وقاع العين بالذات. فالكلى، الكلى دي واحدة من ضمن الأعضاء المهمين اللي بيتأثروا بمرض السكر. السكر بيعمل دايما بيأثر على الأوردة. طبعا السكر له مضاعفات تانية، بيأثر على الأعصاب وكده، ولكن هما المناطق اللي هي المهمة احنا لينا كأطباء اللي هو بيبقى له مضاعفات ومضاعفات حساسة ومهمة وبتأثر على صحة الإنسان ويمكن تقعده في البيت. يعني أنا ليا زميل وجاله مرض السكر وأثر على الكلى بتاعته ومحتاج لغسيل كلى، بيحصل فشل في الكلى نتيجة إن الأوعية بتاعت الكلى تتأثر، تتسد، تتصلب، وبيحصل الضغط بيعلى، والضغط لما بيعلى بيأثر بالسلب برضو على الكلى، وهكذا الكلى بيحصل فيها فشل كلوي نتيجة الإصابة المزمنة نتيجة السكر اللعين، مرض السكر اللعين نتيجة اللخبطة في الأكل والنظام والعادات الغذائية السيئة اللي الواحد ما بيقدرش يحوش نفسه عن السكريات وعن الدهنيات. ما هو الدهنيات زيها زي السكريات وزي البروتينات برضو اللي هي زيادة عن حاجة الإنسان، كل ده بيتحوش في، يعني بيتحول الزيادة لما الواحد يزود في الأكل في الدهنيات أو يزود الأكل فيه بروتينات أو يزود النشويات والسكريات، كل الزيادات دي بتتخزن في الجسم ويسمن الإنسان، وفي نفس الوقت السكر بيتلخبط وما يتظبطش ويحصل منه مضاعفات، والمضاعفات تسد الشرايين، الشرايين تعمل الضغط، والضغط يأثر على الكلى ويحصل فشل كلوي، البولينة تعلى، وهكذا دايرة التهابات في الكلى. الالتهابات تأثر من القدرة بتاعت الكلى على القيام بالوظيفة بتاعتها، ودائرة مغلقة الواحد بيخش فيها. فأنا عايز أقول إن السكر يعني العلاقة المباشرة لحدوث الأورام مش مثبتة. العلاقة المباشرة لحدوث الأورام في الكلى ما هياش علاقة مباشرة، السكر ما هواش مسؤول عنها، ولكن السكر بيحصل لخبطة دايما في الشرايين اللي بتغذي الكلى. الكلى ده عضو لابد الإنسان يحافظ عليه بأنه يظبط السكر، يمنع نفسه عن السكريات والنشويات الزائدة، ويمنع يقلل من الدهنيات، يلعب رياضة، وياخد العلاج بتاعه إذا ما تظبطش السكر، والعلاج بتاعه يا إما إقراص يا إما ناخد الإنسولين. ده بالنسبة للنصائح إن إحنا نحافظ على سلامة الكلى، لكن علاقتها بالأورام مستبعدة. إن السكر يعمل أورام أو يساعد، إنما السكر ده كمرض هو مرض مزمن زيه زي الضغط. أنا كجراح لما بيجي لي مريض وبعمل له عملية الورم، لابد إن أنا أظبط له السكر، ولابد ان انا اظبط له الضغط قبل ما اعمل له العمليه الجراحيه. ليه؟ لانه ده مسؤوليه، المسؤوليه في رقبتي،
لابد ان انا اعمله العمليه بحيث ان ما يحصلوش مضاعفات. لو عملت العمليه والسكر مش مظبوط يبقى ممكن القوي المريض ده يحصل له مضاعفات قد تودي بحياته. فلابد ان انا احترم السكر ده واظبطه الاول قبل ما اعمل العمليه الجراحيه. نرجع بقى لموضوع الكلى واورام الكلى. احنا عندنا الاورام ممكن قوي تكون صغيره في الحجم من رقم 7، اقل من 7 ما هواش ورم ايه ذو اهميه، لان الكلى دلوقتي عباره عن جزء كده ممكن قوي يمكن من 10 ل 12 سنتي، لما يحصل فيها ورم 7 سنتي ما هواش يعني كارثه ولا حاجه، ده يمكن اقل من 7 سنتي بنعتبره ورم معقول وقادر وقابل للشفاء وقابل للاستئصال، وبنشيل الكلى بطريقه معينه بحيث ان احنا ما نبقيش فيها اورام، بحيث ان احنا ما نبقيش فيها غدد لمفاويه، ما نبقيش فيها اي جزء، استئصال جذري هي بالكلى بالحالب بالفات اللي حواليها الدهون اللي حواليها، لابد نشيلها كده مغلفه بالورم اللي هي شايلاه. الورم الاكبر من 7 سنتي لابد ان احنا نعمله عمليه اكبر، عمليه كبيره، لابد ان احنا نشيل الكلى كلها. زي ما قلنا لو كانت على الناحيتين بنعمل استئصال جزئي، والاستئصال ناخد الكلى جزء منها كده صغير ونشيله ونخلي الباقي، ودي مش اي جراح بيعملها. كلى وعندنا ورم يا واخد الجزء العلوي اللي هو البول الاول الفوقاني، يا اما واخد الجزء السفلي اللي هو البول التحتاني، فبنستأصل الورم بالنص اللي هو الكلى اللي شايل الورم ده، ونشيل الورم اللي هو الكبير الكلى بالكامل. فيبقى اذا ربع نص كلى تكفي، احنا عندنا كليتين نشيل كلى بالكامل والكلى الثانيه نشيل نصها. طيب في ساعات صعوبات بتبان للجراح اللي هو المفروض لابد ان يكون متمرس، لابد ان يكون متخصص، لابد ان يكون دكتور اورام. دكتور الاورام ده لابد ان يشيل الورم الاولي اللي هو طلع من الكلى، وفي نفس الوقت يشيل الغدد الليمفاويه بتاعته اللي موجوده على شريان الاورطه وعلى الوريد الاجوف اللي هو الانفيرو فينا كيفا اللي هو موجود، اللي هو الوريد الرئيسي بتاع البطن. وفي نفس الوقت بيبقى في جلطه من الورم راحت للوريد بتاع الكلى وراحت للوريد الاجوف، وممكن اول جلطه دي دايما الدم بيبقى اتجاهه الاعلى تروح للقلب. فاحنا بنشيل الكلى، نشيل الغدد الليمفاويه، نشيل الحالب عشان خاطر نخفف المريض ده، وفي نفس الوقت بعد كده بنفتح كمان على الوريد الاجوف بطريقه معينه، ويمكن نعمل كارديو بالمونري باي باس زي بتوع القلب كده ما بيفصلوا القلب. ناخد اتصال. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اكلم الدكتور لو سمحت. ايوه انا معاك. اتفضل. حضرتك انا في مشكله في البروستاتا عندي. في البروستاتا؟ اه. ايوه. البروستاتا عندي حضرتك وصلت ل 55 جرام. تمام. متضخمه. بس انا الدكتور قدامي على الشاشه مش متابع معايا حضرتك. اداك ايه؟ مش متابع معايا، مش مفيش حوار بيني وبينه. اه يعني هو تشخيصه ايه للدكتور؟ لا الطبيب قدامي على الشاشة هو مش متابع معايا الحوار دلوقتي. لا أنا معاك، أنا سامعك. والله؟ أنا سامعك كويس، اتفضل. أنت يعني كلامك بتقول إن عندك مشكلة في البروستاتا؟ أنا عندي في مشكلة في البروستاتا حضرتك ليها حوالي 20 سنة تقريباً. وقلت إن هي 55 جرام يعني متضخمة أكتر. أكتر من حجمها 3 مرات. هي بدأت معايا من 28 ل 35 ل 40، دلوقتي وصلت ل 55. تمام. وفي مشكلة حضرتك زي ما قلت في المرش بتاع البول، هي دلوقتي بتضغط على البول وضغط عندي على فتحة الشرج. ايوه بالظبط. بحس انا بتقل كده في فتحة الشرج حضرتك. طيب انت عملت بقى الفحص اللي انا قلت عليه المعملي؟ عملت الفحص حضرتك عند دكتور عمرو مسعود في المقاولين العرب. تمام. عملت الفحص بالصباع اللي هو الطبيب شافك وكده. ايوه وعمل لي اللي هو قلم بيدخل قلم كده حضرتك، اللي هو السونار. السونار بالظبط. خد عينه وعملت التحليل مرتين
التحليل طلع ال اس بي او الدي اس اي البي سي عملته حضرتك. طيب هاي كل مره بيطلع نيجاتيف طبيعي كويس، انما طيب. هي المشكله حجمها يا دكتور معايا ده يعني عايز اقول لحضرتك ان هو خانقني ومضايقني جامد، خاصه في اثناء الجماع، سرعه القص، البول ما بينزلش كفايه، بصحى مرتين ثلاثه بالليل عشان ادخل الحمام كده. طيب انا اتكلمت في اول الحلقه عن البروستاتا وقلت ان البروستاتا تضخم حميد اللي هو زي اللي عندك لابد ان احنا نعالجه، لانه لما بتساب بيحصل له مضاعفات، واهمها اللي هي المضاعفات السلبيه اللي هي اثر احتباس البول على الكلى، الاثر السيء والبولين او كده، فلابد انك انت توسع مجرى البول. واستئصال البروستاتا ده فيه عده وسائل، يا اما عن طريق المنظار، يا اما عن طريق الليزر، يا اما عن طريق التبريد. انا عايز اختم واقول ان السلامه، سلامه الانسان دي بالدنيا كلها، صحه الانسان ما بيعرفش قيمتها الا المريض. الصحه تاج على رؤوس الاصحاء، ما بيعرفش قيمه الصحه دي غير المريض. لابد ان احنا نراعي ونحترم جسدنا ونراعي نفسنا، نتبع العادات الصحيه في الغذاء السليم، ونوازن الاكل بتاعنا، ما نكسرش من الدهون ونكسرش من البروتينات، ناخد نشويات بنسبه 70%، السكريات نبعد عنها. ونقول لكم نلتقي على خير إن شاء الله في لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.